هل تعلمون قصة الهدف في كرة القدم الذي أشعل حرباً بين دولتين؟ عام 1969 خاضت السلفادور وهندوراس حرباً استغرقت 4 أيام وراح ضحيتها آلاف الأرواح، وما يزال كثيرون يتذكرون هذا النزاع باسم حرب كرة القدم. ففي ذلك العام وتحديداً في 27 من حزيران كانت النتيجة 2 لكل منهما في مباراة فاصلة جرت بالمكسيك للتأهل إلى كأس العالم عام 1970. وكانت هذه المباراة 3rd والحاسمة بين الفريقين بعد فوز متبادل. وبينما تدخل المباراة الدقيقة 11 من الوقت الإضافي، تقدم لاعب السلفادور موريشيو بيبو رودريغيز وسجل هدف الفوز. تعانق اللاعبون وتصافحوا وغادروا الملعب، ولكن في غضون 3 أسابيع اندلعت الحرب بين البلدين. فما هي الحكاية؟ كان السلفادور بلداً زراعياً سيطر عليه الإقطاعيون، تاركين وراءهم المزارعين الفقراء، فما كان عليهم إلا أن يهاجروا إلى هندوراس بحثاً عن العمل في الزراعة، مما أدى إلى امتعاض الهندوراسيين. وبعد فترة تم ترحيل أهل السلفادور الذين اتهموا الهندوراس بالاضطهاد والاغتصاب والقتل. وفي يوم المباراة هتف جمهور السلفادور قتل قتل، وكان الهدف القاتل الذي أشعل الإعلام به فتيل الحرب، مستغلا حماس الناس لكرة القدم وجعلها رمزا للحرب. وبعد أيام قليلة أمرت حكومة السلفادور بغزو الهندوراس وشن الغارات الجوية عليها، وبدأت حرب 100 ساعة. انتهت الحرب، لكن التوتر بين البلدين ما يزال حتى اليوم. حرب كرة القدم.